السلام عليكم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة شروق تيفي، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من مسابقة رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير الأخ بخير، كلشي مزيان؟ بخير الله يبارك فيك. عشر مبروكة ورمضان مبارك كريم. وعليك على جميع أمة الإسلاميات. قول لي تشارك معنا في واحد المسابقة؟ إيه إن شاء الله، علاش لا؟ مرحبا سيدي. المهم عندك جوج أسئلة جاوبت عليهم صحيح راك تربح معنا الجائزة الرمزية. إيه مرحبا. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة. جواب صحيح. ما هي السورة التي تمثل ثلث القرآن؟ سورة الإخلاص. فعلا جواب صحيح، تبارك الله عليك، هي الجائزة ديالك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف دايرين بخير؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ لاباس. صايم ولا ما صايم؟ صايم. ياك؟ قول شارك معنا في واحد المسابقة؟ واخا. مزيان سي. المهم عندنا سؤالين، جاوبتي معنا على سؤالين كتربح معنا واحد الجائزة اللي هي رمزية. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ البقرة. هي هذيك، جواب صحيح. ما هي السورة التي تمثل سورة القرآن؟ الإخلاص. جواب صحيح، تبارك الله عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيداير الأخ بخير، كلشي مزيان؟ بخير أخويا، بارك الله فيك. عشر مبروك ورمضان مبارك كريم. أهلا وليك أخويا. شارك معنا في واحد المسابقة؟ مرحبا أخويا. مزيان. المهم عندك جوج أسئلة، جاوبتي معك كتربح معنا واحد جائزة اللي هي رمزية. بالنسبة للسؤال الأول، شنو هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة. جواب صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي السورة التي تمثل ثلث القرآن؟ ثلث القرآن هي سورة الإخلاص. بارك الله عليك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله كيداير الأخ بخير؟ الله يهدا بخير. كلشي هو هذاك؟ الله يحفظك. عشر مبروك ورمضان مبارك كريم. علينا وعليك أسيدي، تبارك الله. داك شارك معنا واحد المسابقة؟ أييه مرحبا. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ أطول سورة في القرآن الكريم البقرة. ايه فريمون، جواب صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي السورة التي تعادل ثلث القرآن؟ السورة تعادل ثلث القرآن هي سورة الإخلاص. جواب صحيح، تبارك الله. بارك الله عليك، الله يحفظك. هاك يا سيدي بالصحة والراحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيداير الأخ بخير؟ أنا بخير الحمد لله. كلشي مزيان؟ الحمد لله هاد الساعة. شارك معنا في واحد المسابقة؟ أييه مرحبا. المهم بالنسبة للمسابقة عندنا سؤالين، جاوبتي عليهم ولا ما جاوبتيش عليهم، غنعطيكم مساعدة وغتربح معنا هاد الجائزة اللي هي رمزية. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ أطول سورة هي البقرة. جواب صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هي السورة التي تمثل ثلث القرآن؟ تعادل ثلث القرآن. هي سورة الإخلاص. جواب صحيح. بارك الله عليك. مشاهدينا الكرام، هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم. إلا عجبتكم الحلقة وبغيتوا تتبعوا معنا جميع الحلقات، ما عليكم إلا تلتحقوا بعائلة شروق، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم. نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. كان معكم أحمد بوغال، وهذه قناة شروق تيفي.